يا حمادي. اه يا باشا. ابو حميده يحكي علي محمد صلاح وخلط، عرفها. هو منين محمد صلاح بس عشان المعلومه؟ نجريج، هو قال طنطا. ايش رايك في بلقاسم رجب؟ شلون موضوع بكر بلقاسم رجب؟ بلقاسم لعيب. انت قلت استوديو تحليلي، استوديو تحليلي ونحكوا على موضوع البرازيل وليبيا تخش كاس عالم لعيب. اوكي لعيب، ميكان مش ميكان. عجبتني رده فعلك لما يسالوا فيك. اه تقول لك اه تسكت. ما شنو مش نترجم مش نعرف كيف الرد. انا اقتنعت بوجهة نظرك حقيقه. ان شاء الله غير ما يسمعونا بس هرفع. لا لا والله مصوره هي بتحطي نفسك في مواقف بايخه. لا الى حد ما ما اقتنعتش بكلامكم. فرق ما بين اقتناع وفرق ما بين حاله قاعده موضوعه قاعده قدامك مش محتاج اقتناع. هي مش منطقي كلام، يعني عباره عن هو تهجم على القانون وخلاص. انا نرى فيه انه هو تهجم لا جدوى منه. بالعكس يعني هو اكثر منه تعديل القانون اكثر منه تهجم عليه. Could you not smile like that؟ اكيد في جميل احوال يا حازم، انت شايف فيكي واحنا شايفين غيره، وهذا ما يمنعش ان احنا نتداول بقضيه العنف الاسري. اكيد لا اكيد، هذا لان حتى يقول لك كثره الرؤى حول اي قضيه يكسبها خصوبه في طرق معالجتها. يعني مولاي الشنفخة ما عجبنيش الآراء حقين، أنا ضدهم بشكل كامل. أنت ما عجبكش أنا ما اقتنعتش. ما هي لازم تكمل الجامعة عشان تقدر تقتنع. الله خير. Something's wrong. الأرجيومنت كان مش جاي من الدكتور. I'm Dr. Sheldon Cooper, BS, MS, MA, PhD and SCD. OMG, right? سؤال بس، مصطلحاتك بتاع اللغة العربية منو تعلمتها؟ كان يقري فينا السيف اللغة العربية، رجل خارق جدا. ردها علي إن استطعت. هو بصراحة الفايبز بتاعتهم كانت حلوة، أجواءهم، وحاولوا إنهم هم يعني يعطوا أدلة وإثباتات. حشمتيهم شفط. شو رأيك بالجز؟ الفريق نوعا ما كويس. سجلنا جواي روحنا بس كويس. هاري ماجوايا. معقول تصبي ما؟ ها؟ هو كده هو قلت كلام عميق معنا، لكن صبيتي ما بكمل. طيب هو نص مشوا بحكي على ان شاء الله انت تمسك المايك. ان شاء الله ما شاء الله تلقى. لا مشاعر اه يا قبل يا الله دغماي انت يا رجل، ما عندك حتى وجه نظرك مش سليم. انت مش مقتنع بافكاري. مثالي خذ الواقع، تعال الواقع شيخ، تعال الواقع. في الواقع ايش واهم انت يا راجل؟ والله واهم من اسمع بيها في الشارع يقول واهم اني ريتك انت. سبحان الله يوم ريتك تجسد شخصي. انت خذ الحقيقه، خذ منها الحقيقه وامضي في سبيلك. شو تعريفك للحقيقه؟ الحقيقه هي شيء مطلق ولا يحده الشك لا من يميني ولا من يساري. خوذ انت يعني الحقيقه فيها الشك بكل. لا شك في الحقيقه يا رجل، كيف الله واحد؟ الله واحد يشك فيه؟ لا ولا بلا يشك فيه الله واحد. اكيد سبحان الله. ريت كيف جبتك للطريق. انا اقول لك حاجه، خذ مني انا فيك ذره خير وفيك ذره حقيقه. آه. بس شنو محتاج مني؟ شنو التايكوندو هناك شيء سيء شيء دخل جديد. مره لا يكون انت تايكوندو، انت لعبت مدرب مش بس لاعب. تايكوندو عرفتك. انا نستمتع باللي غلبني واللي نغلبه، ومتعه اكثر مع من يجعلني نشعر اني قد اكون مغلوب. هذا كله الفيدرالية، عارف شنو الشعار؟ شنو هم الفيدرالية؟ لا الحوار معك هو اللي مهم، حتى على البطش. لا غالب ولا مغلوب. الحوار معك جميل يا شيخ، تحياتي. بارك الله فيك حبيبي. تسلم والله، الله في عمرك.